مع الخمسة الصباح ريحت هنا، قيت مريح سلس تقرب النهار يطلع، جاني نعاس طلعت للدار هنايا حتى شوية ديك 8:30 9 كنسمع الغوت هنا، الغوت خديجة عوت قال لك لقيناها هنا حدا الكراول تقريبا شي ما كايناش نص كولوميط كاع، تمشينا نجريو تلقينا الناس جايبينها، الناس هازينها وجايبينها جابوها لينا حتى لهنا صافي. لا حتى شي 9 بحال هكاك 9 وشي حاجة عاد باش جابوها هنايا، ولكن الناس اللي هي شافوها تقريبا مع شي 9 بحال ما شافوها شي 9:30 وصلت لهنايا، ودابا الحمد لله والحمد لله والحمد لله الحمد لله العائلة كاملة. كيقولوا لي قالت لينا هي دابا وليد سميتو رضا سمير، ولكن السمية غتكون 100% مقلوبة، وماما سميتها خديجة، ما عرفناش واش بصح الأسماء ديال أمو هادو. عطانا واحد السيد من هذا المنبر كنطلب الله يرحم ليه الوالدين، راه مشى عند رجال الأمن وعطاه مواصفات، وراه ان شاء الله رجال الامن غيجيبوه حتى هو مع البنيه ان شاء الله دابا. وحنا كنطلبوا وحنا كنناشدوا من لهنا سيدنا نصره الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقينا هذه البنيه. شكرا شكرا حموشي، شكرا شكرا رجال الحموشي. الحاله الصحيه الطبيب الشرعي الحمد لله ما كاين لا اغتصاب لا حتى شي حاجه، البلاصة اللي كانت فيها شنيولة قرصة واحد شوية من لهنا وفرج ليها وداك الشيء، شنيولة دوز لينا الطبيب ديال الجلد وقال لي بلا راه شنيولة هذه حتى حاجة ما مقيوسها، قلبوها كلها فحصوها كلها عروها فحصوها ما كاين الحمد لله حتى حاجة، هاد الناس كانوا غير شادينا باغيين تاجروا فيها ولا باغيين نديروا شي حاجة، ماشي ديال ماشي الاغتصاب، كان الاغتصاب كان اغتصبت وكان تلاحت وكان خرجت، الحمد لله ما كاين حتى حاجة. مشينا مع السكنه قالت لينا السكنه وما عقلش مسكينه حطوها مع الصباح بكري وقيله ولا ما عرفت جابوها ناعسه، لكن جابوها حتى لتسعود ولا ما عرفت جابوها ناعسه حتى تما قعدت فاقت حطوها، قالت لينا راه عقلت على الدار ومشاو مع رجال الامن حتى المنطقه لتماك فين وراتهم هنايا انا نيت حدا دار زماس مشاو مع رجال الامن داروش تقريبا شي ساعه وهما كيدوروا بها، قلبوا هنا ما عقلش مسكينه على الدار، فهمتي ما عقلش على الدار، ورجعنا عاودنا دينا للطبيب الشرعي، دابا راه غتجي دابا ان شاء الله، دابا راه غيجيبوها ان شاء الله، وكنطلب من الشعب المغربي كامل شكرا.